وهذه المسألة مسألة الشح في السيولة، النقد، سيولة النقد في المصارف، هذه من أعظم المصائب التي حلت بالناس هذه الأيام، لأنها حالت بينهم وبين الوصول إلى ضروريات حياتهم، وبين الوصول سواء كان ما يتعلق بمعيشتهم أو بدوائهم أو بسفرهم أو بكل حاجياتهم. وهذا أمر لا يطاق ولا يمكن الصبر عليه، ولا ينبغي أن يستمر بهذه الصورة، ولابد أن تحدد المسؤولية وأسبابها بحيث يوضع العلاج الواجب أن يوضع في الوقت المناسب قبل أن يفوت الأوان، لأن هذا ربما يكون جزء موظف في المعركة والصراعات السياسية داخل ليبيا، بحيث تترجح به كفة على كفة، وهذا لا يليق ولا ينبغي أن يكون. والمسؤولية الأولى والأخيرة في هذه المسألة هي تقع على عناق المسؤولين على قطاع النقد وهو مصرف ليبيا المركزي. وقد عقدت عدة ورش حسب ما علمت لوضع حلول مناسبة لمعالجة هذه المسألة، ولكن للأسف لم يتخذ أي إجراء إلى حد الآن لحلها، وكان الأمر يعني ولا يعني وكأنه أمر مسألة عابرة لا تضر، سواء اعتني بها وحلت اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، كل ذلك يعني على حد سواء، هذا لا يليق، لأن هذا يجعل من رجله في النار مثل من رجله في الماء. الناس ربما أصحاب المصارف ومديري المصارف وأصحاب الأموال، هذه المسألة لا تمسهم ولا ترهقهم ولا تؤثر عليهم، وإذلك هم يعني نائمون في راحة وفي هواء طلق، ولا يشعرون بالضيق الذي يقع فيه المواطن الآن، والحر الشديد كما ذكرت، يعني طوابير طويلة يوم كامل ينتظر على يتحصل على 100 دينار، أحيانا يتحصل وأحيانا لا يتحصل، وهذا أمر لا يليق ولا يحل شرعا ولا يجوز. كل مسؤول في قطاع من القطاعات والله عز وجل ولاية أمر مع المسلمين، يجب أن يقوم بها على الوجه الصحيح، إن كان يقدر على ذلك وإن كان لا يقدر عليه أن يتركها لغيره، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، ولكن الإنسان يبقى هو في المكان والناس يعانون ولا يحاول، حتى محاولات لوضع حلول لا نجد الآن من المصارف تجي ربما يجوز من المشكلة. لماذا يستمر الأمر نصل إلى هذه النقطة الحرجة من الاختناق بحيث لا السيولة تنضب تماما من المصارف؟ لماذا نصل لهذا؟ لماذا المشكلة هذه لم يبدأ علاجها مبكرا؟ لماذا تركناها حتى سحب الناس كل أصيتهم من المصارف وبقرت المصارف فاضية؟ ومن المقترحات التي وضعت في ورش عمل سابقة أن المصرف الليبي ينبغي أن يدفع بالدولار إلى المصارف بسعر عالي، بحيث أن الناس يشترونه ويبقى فيه منافسة للسوق السوداء الموجودة الآن. ومعلوم من التجار الذين يتكلمون عن هذه المسألة يقولون هو معظم النقد الأجنبي الذي يباع في السوق السوداء معظمه هو يخرج من مصرف ليبيا المركزي، معظمه هكذا سواء كان اعترف ولم يعترف، لكن بطريقة أو بأخرى نحن ليس لدينا مصدر النقد الأجنبي غير هذا، ما عندنا مصدر نقد أجنبي، يعني المصادر الأخرى كلها قليلة، ما عندنا ناس يعني خبراء يعملون في الخارج مطلوب منهم أن يوردوا عملة صعبة كما هو موجود في مصر وفي غيرها من البلدان. المصادر الأخرى كلها قليلة لا تساوي شيء، المصدر الرئيس للنقد الأجنبي في البلد هو مصر المركزي. بدل ما أن يهرب بطرق أو بأخرى وبرشاوة وبموظفين يعني لا ذمة لهم ولا ضمير، ويدفعون به للسوق السوداء بيباع إلى التاجر ب 150 ولا 160 ولا 200 ولا كذا، ثم يبيع التاجر ب 300 ونصف وإلى آخره، بدل من هذا لماذا والمصرف ما يعملش هذا مفتوح، يعطي السوق الناس في المصارف اللي بيشتري عملة يشتريها ب300 مثلا ب3 بدل ما يشتريها ب3.5 يعني ب3، وذلك تدفق. هذا مقترح قدمه خبراء يعني، وكان ينبغي أن يجرب،
ولعله ينجح، فإذا لم ينجح نختاروا غيره، أما تبقى أيدينا مكتوفة ونتفرج والناس يعانون فهذا لا يحل. وكذلك المسألة يجب أن يتخذ فيها قرارات حاسمة من المؤتمر ومن الحكومة، وليترك الأمر للمصارف التي تتحكم في رقاب الناس وفي أرزاق الناس. وكون أن في ضغوط أجنبية على مصر المركزي وكذا كلام لا ينبغي أن يقبله إنسان عاقل. الضغوط الأجنبية يجب أن تضغط على بلادها، لا تضغط على بلادها. أنت إنسان مسلم من هذا البلد ومن أهله، فأنت حرصك على مواطنيك قبل حرصك على أي جهة أخرى وأي تعليمات أخرى، وتتحمل في سبيلها كل النتائج وكل العواقب. المهم أنك تتخذ القرار والإجراء الصحيح الذي تحمي به الناس وتحمي به حقوقهم وتحافظ عليه على معيشتهم وأرزاقهم. الناس يواجهون الآن الموت في الميادين من أجل الدفاع على المبدأ والدفاع على الحق والدفاع على الدين والدفاع على الوطن. فكيف يعني نقول أن في ضغوط أجنبية ومصرف ليبيا يقول لا، يأمر مصرف ليبيا ألا يصرف فلوس ولا يصرف مرتبات ولا لا يصرف عملة أجنبية؟ العملة الأجنبية لا نريد أن نبددها، لأن يعني نعرف البلد تمر بأزمة وتمر بصعوبات شديدة والموارد من النفط متوقفة، هذا كله نحن معه ونطالب بترشيد الإنفاق.